كنت قاعد في مرة مع صديق ليا وبندردش وبنتكلم عن نوعية الناس المؤذية والناس اللي بتنتقم من غيرها والناس اللي بتعفو. حكالي على موقف بسيط إلا أنه كان عظيم بالنسبة لي وساب فيا أثر كبير بتعلم منه لحد النهاردة. قال لي وإحنا في الكلية كان في صديق ليا بيحب واحدة وهي كمان كانت بتحبه، يمكن ما كانوش مرتبطين بصحيح ارتباط رسمي، لكنه كان مقرر إنه مجرد ما يخلص الكلية هيخطبها على طول. هما في الأصل كانوا أصحاب في الكلية وكنا كلنا مع بعض أصدقاء مجموعة يعني. المهم زي ما قلت لكم صديقي ده كان بيحبها جدا جدا لدرجة محدش هيتخيلها، كان صادق جدا في كل كلمة بيقولها لها وكان دايما مديها كل طاقته واهتمامه وعمره ما بخل عليها لا بمشاعر ولا بأي حاجة. بيقول لي وفي يوم من الأيام قابلت صديقي ده لقيته محبط جدا وزعلان، بسأله مالك؟ قال لي أنا وفلانة انفصلنا، سابتني ومش عارف ليه، كسرتني وكسرت كل حاجة جوايا وهتتخطب لواحد تاني. أنا مش عارف ليه وأنا عملت إيه أصلا وهو أصلا أحسن مني في إيه، بس أنا عمري ما كنت أتوقع إنها تعمل معايا كده. ده أنا رسمت معاها أحلامي وطموحاتي وأيامنا الجاية، لكنها للأسف خذلتني، أذتني في أكتر حاجة ممكن حد يأذي بها إنسان، أذتني في مشاعري اللي مستحيل لما تتكسر تتصلح تاني. بيحكي لي إن صديقه ده مر فترة صعبة جدا، كان الحزن دايما باين على ملامحه حتى في دراسته ما بقاش منتظم فيها، ودايما بقيت أحس إنه عينه مليانة حزن، لو نطق هيفجر العالم كله من الحزن. وفي يوم وإحنا واقفين في الكلية دخل علينا واحد زميلنا في الكلية، يعني مفيش علاقة قوي بتربطنا بيه، سلم علينا وقال أنا عايز أقول لكم حاجة، إحنا يعني شباب زي بعض. سألنا تعرفوا فلانة؟ صديق قال له آه أعرفها. قال له أنا عارف إنكوا أصحابه كده فكنت يعني بسأل عليها، أصل إحنا هنتخطب قريب فكنت حابب بسأل عنها وأشوف شوية تفاصيل كده. البنت اللي الشاب بيسأل عليها دي هي اللي كانت مرتبطة بصاحبي، بيقول لي أنا لسه هنطق وأقول إن فيها كذا وكذا وكذا. راح صاحبي دص على رجلي وقال لي دي بنت زي الفل ما شاء الله عليها، ما شفناش منها أي حاجة وحشة وبصراحة أخلاقها كويسة، يا بختك بيها، توكل على الله يا ابن الناس، حقيقي مش هتلاقي أحسن منها. وبعدين شكرنا ومشي. فسألت صاحبي أنت ليه شكرت فيها؟ كان بإيدك تاخد حقك، ليه ما عملتش كده وخدت حقك؟ قال لي بص الانتقام مش شرط يبقى بالشر، أقوى أنواع الانتقام إنك تحافظ على الصورة الصادقة اللي أنت كنت سايبها، تسيب صورة نظيفة اللي لما تفتكرك بيها تعرف قد إيه إنها خسرت كتير. لو كنت انتقمت وقلت عنها كلام مش كويس كان ضميرها هيستريح وكنت هبقى أنا وهي متعادلين خلاص، لكن لما تسيب آخر ذكرى بينكم فيها خير هتفضل تحس إنها قد إيه كانت بني آدمة مش أمينة. الانتقام بالشر سهل، كان ممكن أقلب الترابيزة بكلمتين، لكن اخترت الانتقام اللي يعيش، الانتقام اللي يخلي الطرف التاني يفهم حجم الخسارة اللي خسرها في حياته. حقيقي الموقف ده وضح لي إن الناس معادن وحسن التفكير ربنا بيلهم بيه الناس المخلصين من عباده، والذكاء في الانتقام إنك تعمل دايماً اللي يخليك أحسن ألف مرة من الطرف اللي خانك، تخليه يصغر في نظر نفسه ويحس قد إيه إنه قزم بعد اللي عامله فيك بعد ما خانك وأذاك في حياتك. كونك إنك أثبتت إنك أحسن منه ده أفضل ألف مرة من إنك تنزل لمستواه، لأن الروس ما ينفعش تتساوى، علشان لو تساوت هيبقى المظلوم هو اللي خسران. لازم لما يفتكرك كل يوم يعرف قد إيه إنك أنضف منه ألف مرة، وإنك اخترت الأصول والرحمة في وقت ما كان السيف في إيدك على رقبته فاضل بس إنك تذبح، لكنك اخترت العفو وانت في مركز قوة. ساعتها هيلعن نفسه ألف مرة ومش هيسامح نفسه أبدا مهما طال الزمن. إلى اللقاء.